السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شام احمد من قناة يوميات شام احمد. النهاردة وصفتنا صحية جدا ومفيدة ومغذية، وهي وصفة الجرانولا بالشوفان والعسل الابيض والزبادي والمكسرات والفواكه المجففة بطريقة بسيطة جدا، وممكن ببواقي حاجات موجودة عندك في البيت هتعملي يعني طبق مفيد ومغذي جدا للاطفال. يلا بينا نبدأ. بيتعمل ازاي؟ هنجيب مزايا زي ما احنا شايفين كده، وهتهرسي المزايا كويس جدا بالشوكة زي ما انتوا واضح قدامكم. هنحط عليها عسل، مقدار عسل ابيض زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نحط عليها مكوناتنا اللي هي حبة البركة وسمسم ومكسرات وفواكه مجففة وزبيب، وطبعا المكون الرئيسي بتاعنا اللي هو الشوفان. هنقلبهم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين، اهم تجانسوا كلهم مع بعض كويس جدا. هجيب بقى صينية احط فيها ورق زبدة، وابدأ ان انا احط الشوفان بالمكونات اللي معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واسويها كويس جدا اهو، وبدخله الفرن. دلوقتي هو طلع وسيبته لما هدا خالص، وبدأت ان انا بقى افتفته كده من بعض زي ما انتوا شايفين. حابين تحمصوه اكتر من كده وياخد لون اكتر من كده براحتكم خالص. جبت دلوقتي بقى طبق التقديم بتاعي او كاسة تقديم، حطيت دلوقتي الشوفان، وجبت اي نوع زبادي سادة انتي بتحبيه هتحطيه عليه اهو من فوق زي ما احنا شايفين بكل سهولة، يعني طبقة كده وطبقة كده، طبقة كده وطبقة كده. هنا برضو حطيت برضو طبقة الشوفان اهي، تمام، وعليها برضو طبقة الزبادي. بجد طعمها تحفة، وكفاية ان هي قد ايه هي صحية ومغذية. يعني هنا انتي بقى حطيت عليه في الاخر عسل ابيض. هنا انا برضو نفس الكاس بتاع التقديم، حطيت بقى حبيت بس ان انا اقدمه بقى بفواكه فريش اللي هو الكيوي. ممكن تقدميه بالفراولة برضو هيبقى جميل جدا وصحي جدا. وبتزينيه بقى بالطريقة اللي انتي حباها. انا حطيت الكيوي على الجناب زي ما انتوا شايفين، وحطيت تحت طبقة زبادي وعليها طبقة الجرانولا بتاعتنا من فوق اهي زي ما انتوا شايفين اهو، برضو طبقة زبادي كمان، وزينته من فوق بشرايح الكيوي وبالفواكه المجففة وبجزء برضو من الشوفان اللي عندنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وسلام عليكم.